case old age male and the abdominal pain. Okay. CT scan on the abdomen without contrast. Hi, yani sort of without contrast or yeah, contrast? Contrast. Yes. كورونا لك دكتورة من فضلك كورونا كورونا لي اوكي استاذ هو مالتي ليفل اكزيال بري اند بوست كونتراست سي تي سكان وذ كورونال ريكونستراكشن ذير از دنسلي كالسيفايد سوفت تيشو ماس انهانسينج وذ سراوندينج ستراندينج سين اتس ميزنتريك ات ذا لور رايت كوادرانت of the abdomen. بس شوية مشي دكتورة. Speculated. It's a speculated. إيه والله دكتورة ارجعي على الإكزيال. Speculated enhancing densely calcified soft tissue mass, mesenteric soft tissue mass at the right lower quadrant. Near the terminal ileum with associated thickened edematous wall of the nearby bowel loops, no dilatation. Seems to be like a desmoplastic reaction around it. Mesenteric mass. With desmoplastic reaction, calcification enhancing, and evidently enhancing. Evidently enhancing. بس الليفر دكتورة ارجعي لنا عليه بلا زحمة عليك. أنا ما شفت ليجي من الليفر بس خلنا نتأكد من عنده. Arterial phase. No liver lesion. No other mesenteric. Lesion, few and large mesenteric lymph node. Bowel, thickened wall. يعني استاذ كأنه أكو some of the bowel loops they are hypo-enhancing. Thickened bowel loops, some of them they are hypo-enhancing. This is hypo-enhancing. هذا كلش واضح. This is hypo-enhancing in comparison to the other bowel loops. Following defect, بس اسعدي لي دكتورة على ال SMA بلا زحمة عليش خلنا نتبعه. زين اوكي شوي لا تكبري بس بلا زحمه معليش كبري شوي يعني انا ما ادري اشوف اكو فيلنج ديفكت بي ما بس هو
يعني كأسمعين نفسه والميجر برانجز مالتها ماكو فت فلنج افكت بي، بس احنا عندنا ميزنتريك ماس هايبر انهانسنج مثل ما قلت حضرتك، دنسلي كالسيفايد وسراوندنج ديسمو بلاستيك رياكشن ذا ريجن اوف ترمينال اليوم ميزنتريك هي، واكو عندنا هايبر انهانسنج سكند نير باي بول لوبس. فيعني هي يعني الموست كومن ديفرنشال دايجنوستس هنا انه ميزنتريك وديسمو بلاستيك رياكشن وهايبر انهانسنج، هذه الكارسينويد ميزنتريك كارسينويد. بعد ايش تسالين البيشنت؟ انه اذا عنده يعني سيمبتومز مال كارسينويد سندروم مثلا ولو هي اللي قليله، اللي هي دياريه وفلاشنج هذول يجون. اكسلنت. وايش قد نسبه الكارسينويد عندهم السندروم يجون؟ والله دكتور هي قليله تقريبا 4 الى 5% اتصورهم هذول يجون الكارسينويد السندروم من من الاول كارسينويد 10% يعني اعتقد. المهم انت خليتي كارسينويد اوف ذا ميزنتري ميزنتريك كارسينويد، الايج مالته والجندر ويا تروح ويا الكارسينويد. هي الدكتورة قالت old age ما قالت يعني ايش قد بالعمر، هم هذول تقريبا 40 الى 50 years يعني الادلتس هم اللي سرعتهم هذول الكارسينويد. ما عرفوا ايش قد عمره بالضبط، انا ما انتبهت على العمر بال 70 شهور تقريبا 70. زين دكتورة هديل، نعم فالتو ديفرنشال دايجنوسيس هاي هي ديفينتلي هذا كارسينويد. انت يو ار رايت انه والله دكتور هو يعني شكله سبوت يعني سبيكليتد ماس ودنسلي كالسيفايد وهايبر انهانسنج وميزنتريك، يعني هاي كارسينويد هنا أنا ماكو غيرها، وترمينال اليوم هذا ريجن اوف ترمينال اليوم هي المس كمان كارسينويد. زين اذا اردت تدخلين ديفرنشال دايجنوسيس هو طبعا كارسينويد وادهير للبول وهذه، ممكن تخلين غير شيء؟ لو يعني سمول بول جست يعني ما تجي هيك سمول بول جست ما تجي اكزوفيتك وهي بليس. شكرا دكتورة هدي. دكتورة رفل. نعم استاذ السلام عليكم. صباح الخير شلونك؟ صباح الخير استاذ شلونكم الله يحفظكم. ايش صوتك؟ نعم بيش استاذ. يور اوبينيون هذا الليكتشر يعني حضرتك السؤال اللي سألت عليه تشبه السكلوروزيك ميزنترايتس. اكسلنت. بس هنا السكلوروزيك ميزنترايتس ما يجي وياها سمول باول وول ثيكنينج. بلي. نقدر نحطهم بالدف واحد من الديفرنشيال، بس اذا ما كان انه كالسيفيكيشن نقدر نحط انفلاماتوري بابل ديزيز يعني ككومب ساين ميزنتريك ثيكنينج سمول باول وول ثيكنينج، بس ذيك ما تجي وياها كالسيفيكيشن سنترال ماس. صحيح. ادينو كارسينوما اوف ذا باول. ادينو كارسينوما بالستاب. بالنسبه لل يعني الكارسينويد بالسمول باول يعني هو هذا يعتبر ميتاستاتيك ليجن، ما يعتبر البرايمري ليجن، البرايمري ليجن هو بالسمول باول وميتاستاتيك تو ذا ميزنتري، فمهم نسوي يعني اورال كونتراست حتى نشوف البرايمري ليجن ك فولنج ديفكت ان ذا سمول باول، وكذلك يعني الاي في كونتراست هم مهم حتى نشوف مثلا هم الليجن يكون انهانسينج وهم نشوف ليفر ميتاستاسيس. رافل اكو اذر دان ايميجينج اكو تيست خاص بالكارسينويد جاوا هذا السؤال الجماعه هو ميتابولايت اتذكر باليورين جاهم سؤال للبورد العربي على الكارسينويد كيس لونج كيس يعني ريبورتينج كيس الكارسينويد اوف ذا باور اوف ذا تيرمينال اليوم بالحقيقه، بس المانجمنت او هاو يو كونفيرم ات عندك فكره اذر دان اعتقد استاذ انه ما دان خابطه بين تو ديفرنشال ان اكو فد ميتابولايت باليورين يعني ينطي ممكن اكو تيست خاص بالكارسينويد. شكرا رفل اخذي راحتك. شكرا شكرا دكتوره وداد. دكتوره وداد ويانا وداد السلام عليكم استاذ. نعم وياك استاذ. شلون شت الله يخليك استاذ. اكو تيست خاص بالكارسينويد عندك تسميه خاصه تيست اوف ذا كارسينويد؟ ما اذكر والله، بس هي يعني كبيكتشر هي مثل ما قالوا زميلات انه سبوت فور ميزنتريك. لا انا سؤالي محدد بابا دكتوره وداد، احنا عرفنا قلنا هذا كارسينويد، عندك فكره لو ما عندك؟ عندي فكره والله استاذ. ما عندي. دكتورة نور أياد.
صباح الخير عمي. صباح الخير. عمي أتصور أكو في شيء اسمه الأوكترايد يسوله أو يعني هيك شيء اسمه ما أتذكره بالضبط بس. منو يتذكر؟ دكتورة. صباح الخير أستاذ، يمكن 5-هيدروكسيبروبتامين. هو الأكتريوتايد أستاذ، هو الانديوم 111 بالضبط. عشان كده شند الأكترويد هذا تيست اللي هو آيزوتوب أعتقد، مو؟ إيه هو آيزوتوب من طوليا، فيأخذ المكان اللي بالضبط بيه الكارسينون. بالضبط، لأنه حتى sometimes الميتال حتى نشوف الميتاستاسيس. بالضبط الأكترويد هذا هو دفني يعني specific for هاي، يشوف السيروتينين لأنه عادة الكارسينويد يفرز السيروتينين، فيشوفون بحالة الميتاستاسيس وconfirmation للدياغنوسيس. عايشة تيدي تشند زين هند، شي سووا لهذا البيشن؟ نعم أستاذ، شي سووا له؟ يعني قصدك management لو؟ إيه management يعني يعني هو ما أعرف، هو highly vascular structure، فإحنا من يعني ما نقدر نسوي له مثلاً بايوبسي أو فتشي، فهو حنعتمد على الدياغنوسز مالتنا، فيعني يمكن surgical. شخصتي تسوي له يعني هو يبقى surgical management. surgical incision أي حتى يعني الماس effect والcompression وهالأشياء، فأعتقد هذا هو مسوي compression على الباول همين. صحيح، شكرا جزيلا هند. شكرا استاذ. اذا نرجع على دكتورة نور. نعم علي جومان، يلا احكي لنا عن كيس وعلى التوك. مثل ما قالوا الزملاء هو يعني كان كالسيفايد ليجن موجوده بالمزنتريك، والبيشنت جاي ابدومينال بين، فهو مسوي له يعني اسكيميك باول بسبب الافكت مالته على المزنتريك فيزلز البرانشز، ومسوينا some of the bowel lobes هي دايلي thickened and non enhancing. also there is a free fluid مثل ما قالوا الزملاء موجود بالأبدومن، this free fluid. فاحنا خلينا يعني differential صراحة ما جسمنا انه هو carcinoid، حطينا carcinoid و sclerosing mesenteritis بقتها يعني. عندي توك أستاذ. يلا تفضلي تفضل. Good morning. Small bowel carcinoid tumor. Carcinoid tumor originates in the intestine with the secondary spread to the mesentery by direct extension or by lymphatic spread. دكتورة نور. بس سوي stop share لهذا وشير التوك على كيفك بابا، لأن ما طلع عندنا. صحيح سوري نسيت. يلا على كيفك عليك. اوكي هسه طلع، هسه طلع واضح؟ اي واضح واضح، تفضلي بابا. اوكي شكرا استاذ. Small bowel carcinoid tumor. Carcinoid tumor originates in the intestine with secondary spread to the mesentery by direct extension or by lymphatic spread. However, as the primary tumor, as the primary intestinal mass is often small and difficult to detect as CT, the mesenteric tumor is usually the dominant imaging finding. Gastrointestinal carcinoid tumor arises from the neuroendocrine cells in the intestinal mucosa or submucosa, what is called abort cells. Small bowel carcinoid tumor accounts for 40% of gastrointestinal carcinoid and mostly seen in the terminal ileum. Slow-growing tumor, but can capable of metastasizing. Approximately 40-80% of gastrointestinal carcinoid separate with mesentery either by direct extension or through the local lymphatics. The distal ileum is the most frequent location of primary lesion. The mesenteric mass is usually described first when the patient is present with non-specific abdominal pain. Alternatively, patient with the hepatic metastasis may present with the carcinoid syndrome, which is caused by release of vasoactive substance such as serotonin and 5-hydroxytryptophan into the systemic circulation. As CT, most common manifestation of mesenteric carcinoid tumor is that of an enhancing soft tissue mass with linear bound of the radiating into the mesenteric fats. Radiographic and pathologic correlation has shown that these radiating strands of soft tissue don't generally represent the tumor infiltration along the neurovascular bundles,
but rather result from intestinal fibrotic proliferation and desmoplastic reaction in the mesenteric fat and adjacent mesenteric results caused by release of serotonin and other hormones from the primary tumor. Calcification are visible in up to 70% of lesions and CT. Thickening of adjacent small bowel lobes caused by the tumor infiltration or by ischemia owing to sclerosis of mesenteric vessels as well as angulation can be present. This is a case of carcinoid calcified mass in mesenteric. وطبعا هو منطين oral contrast للpatient اللي هو water فوضح عندهم lesion primary اللي كان موجود enhancing بالبول the small bowel wall. ورا فترة رجع المريض with the signs of abdominal pain and ischemia واتضح انه مسوي small bowel ischemia لل small bowel. الكيس يعني تقريبا تشبه الكيس مالتنا. لذلك هو the primary tumor is often small and sometimes occult and only occasionally diagnosed as CT يعني مو دائما يشوفون primary tumor. Morphological appearances include a well-defined hypervascular enhancing mass or regional intestinal wall thickening. Administration of water as oral contrast agent may help to enhance the detection of a primary focus. This is another case, carcinoid, mesenteric carcinoid, وهذا اللي primary هو كان موجود يمه. Enhancing. Differential diagnosis. Differential diagnosis أول شيء هال desmoid tumor. الديسمود تيومر هو primary tumor of the mesentery, not secondary. Primary tumor هو arising from mesentery إنه أصلاً rare. Most primary lesions in the mesenchyme in origin and majority are histologically benign. Desmoid tumor هو rare tumor لكن locally aggressive. Non-encapsulated mass radiate resulted from benign proliferation of fibrous tissue. Abdominal desmoid can occur sporadically or can develop anywhere in the abdomen, including musculature of the abdominal wall, the retroperitoneum, and the pelvis. However, desmoid tumor forming in the mesentery are especially common in patients with the Fabry abdominal pulsa syndrome or Myasthenia-Gardner syndrome, owing to 9% or 18% of the cases. Abdominal desmoid can be solitary or multiple, and their CT manifestation are variable. Intramuscular desmoid راح يكون well-defined or partially well-defined border. بينما mesenteric desmoid راح يكون عند a poorly defined border with a strand radiating into the adjacent mesenteric fat or wall appearance or fibrosis growing into the mesenteric fat. Infiltration of adjacent organs or growth into the abdominal wall musculature or into the psoas muscle is not uncommon. Most mesenteric desmoid are either attenuating relative to muscle, although large lesions may display areas of low attenuating nephritic necrosis. هاي هي case of desmoid tumor بالمسنتري لاحظ ان الاتنيشن مالته يعني نفس الاتنيشن مال psoas muscle هو يكون الاتنيشن يشبه المصل وحتى الانهانسنج مالته يعني مو هايبر انهانسنج مثل الكارسينويد لا هو نفس الانهانسنج مال المصل. Differential diagnosis الثاني هو sclerosing mesenteritis. Sclerosing mesenteritis هي rare inflammatory condition of unknown cause that affect the root of mesentery. The mesenteric fat is involved with a variable amount of inflammation, fatty necrosis, and fibrosis. When inflammation is predominant, it's called mesenteric panniculitis. Patients generally present with acute pain. On CT image, mesenteric panniculitis appears as focal area of increased attenuation with mesenteric fat surrounded by the pseudocapsule and appearance that have called the misty mesentery. Area of necrosis within the inflamed fat appear as linear strand of soft tissue attenuation. This is a case of mesenteric panniculitis. اللي الشيء اللي يكون specific إليه هي relatively specific تقريبا هي هاي البيريفاسكولار حلو اللي نشوفها دار مدار الريزلت حتى نفرق عن بقية الديفرنشيال. هاي هذاك المسكين بانكلاتس مو هو اللي يشبه الكيس مالتنا، اللي يشبه الكيس مالتنا تقريبا هو اللي يسمى له كرونيك فورم او ما يسمى ريتراكتاري ميزنتراتيس. هذا يكون بيل فايبروسيس هو اللي بريدومينانت اند ذا ديزيز مانفيس اتسيلف از ا لارج ماس اوف سوفت تشو اتنويشن ذات مي كونتين كالسيفيكيشنز. Some masses are poorly defined with whiskerings of the soft tissues thickening extending into the adjacent part. The tractile mesenteritis cannot be distinguished from the carcinoid tumor or lymphoma without extensive histological sampling. يعني التفريق عن الكارسينويد كلش صعب. يحتاج extensive histological sampling, which often require open surgical biopsy. Although the disease process is usually indolent and follows a benign course, like in some cases, the infiltrative nature of the fibrosis may result in serious complications, including thrombosis of mesenteric vessels and even secondary varicose bleeding. Scarring with the retraction of mesentery and enhancement of the small bowel lobes can lead to ischemia or obstetraction. Retractile mesenteritis has been associated with other conditions such as retroperitoneal fibrosis, lymphoma, and even Gardner syndrome.
This is a case of retroperitoneal mesenteritis. هاي هي الماس في الميزنتري وإذا بها كالسيفيكيشن وهم لو نلاحظ بهاي الصورة مسويت لنا يعني كمرجن على ال SMA ونير أكلوجن أوف دي SMV. هاي تأثير الكورونا الواضح إن شلون نسوي كيس مثل ال SMA. الديفرنشال دايجنوز الثالث هو اللمفوما. اللمفوما طبعا مهمة لأن هي الموست كومن مالجنت نيوبلازم ذات افكت ذا ميزنتري. Approximately 30 to 50% of patients with non-Hodgkin lymphoma harbor a disease in the mesenteric lymph node. Pattern of mesenteric lymphoma RCT include multiple rounded, mildly enhancing heterogeneous masses that often increase the mesenteric results and can produce sandwich sign, being large, elongated, cake-like heterogeneous mass with low attenuation areas of necrosis, displasia, and small bowel loss. Or sometimes the genital lymphoma can ill-defined infiltration of mesenteric fat. وخاصة after successful chemotherapy ممكن حتى تكون after chemotherapy تجي calcification within. This is a case of mesenteric lymphoma, mesenteric mass ومسويت لنا encasement للأورتا ولل SMA ولل even للسفيرال IBC. Here are the table for differential diagnosis of mesenteric fat ومطيناها هذا الطيبل يعني اللي يجي يطلع عليها وحسب الـ CT appearance إذا rounded well defined خلي differential وإذا irregular well defined ones hard differential مثل ما خلينا هو small bowel carcinoid mesenteric desmoid ممكن يكون tumor infiltration من other primary يعني يكون pancreas gastric carcinoma أو colon carcinoma كذلك الليمفوما نخليها بالـ differential والsclerosing mesenteritis وهذا differential للسيتيليت mesenteric masses. Hi, references.